مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في جوله جديده من جولات برنامجكم برنامج اليوم. هنبدا بمجموعه متنوعه ومختلفه من الاخبار، هناقش مستجدات كافه الاوضاع من لسان المسؤولين والمتخصصين كل في مجاله. بدايه جولتنا الاخباريه هتكون من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجيه اليابان النهارده. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على ما تحظى به اليابان من مكانه وتقدير لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى مصر في إبريل اللي فات، لو حضراتكم طبعا تتذكروا معايا هذه الزيارة اللي تم كمان خلالها رفع العلاقات بين البلدين، مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أما عن لقاء وزير الخارجية الياباني فأكد على ترحيب بلاده بتطورات الإيجابية اللي بتشهدها العلاقات المشتركة على كل الأصعدة. الحقيقة كمان أشاد بما حققته مصر على الصعيد التنموي واللي ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة. أما المتحدث الرسمي بقى باسم رئاسة الجمهورية فقال إن الرئيس السيسي أعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة، خصوصا فيما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. أكد أيضا على أن اللقاء تطرق لمختلف أبعاد التعاون الجاري حاليا في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، ده بالإضافة طبعا إلى المتحف المصري الكبير اللي بيعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين. مش بس كده، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أضاف وقال إن هذا اللقاء شهد نقاش بخصوص قضايا السلم والأمن الدوليين، وتحديدا الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء. كمان أعرب وزير الخارجية اليابانية عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة. مش بس كده، قال كمان إن الرئيس السيسي شرح موقف مصر الحقيقة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية. من لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الياباني هنروح لاجتماع الحكومة النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة، واللي كان فيه الحقيقة خمس محاور رئيسية. المحور الأول اللي تم النقاش فيه كان عن أهمية الرسائل اللي أطلقها الرئيس السيسي خلال افتتاحه للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، عن ضرورة إعادة التشديد على خطورة القضية السكانية وأثرها على تقويض جهود التنمية في مصر والعديد طبعا من بلدان العالم. يمكن كمان قال رئيس الوزراء إن التشديد المستمر على القضية السكانية بيعكس إدراك الدولة لضرورة أن يشعر المواطن نفسه بأهمية هذا الملف ويكون عنده وعي حقيقي بأبعاد القضية. يمكن كمان ضرب مثال بتداعيات الزيادة السكانية السلبية على موارد الدولة المصرية، هناك موارد محدودة زي المية وزي غيرها، ودي طبعا ما بتكفيش احتياجاتنا. النهاردة في حلقة اليوم هيكون معانا تغطية خاصة عن مخاطر الزيادة السكانية وطرق مواجهتها، وهنفرد ليها مساحة لتحقيق يعني قدر من الوعي بشأن الأزمة السكانية الحقيقة. هنخلي يعني دوت إن شاء الله هيكون معانا في فقرة لاحقة، لكن خلوني أكمل كلامي حول لقاء رئيس الوزراء النهاردة والاجتماع الأسبوعي، لأن كان في عدة محاور، أو المحور زي ما احنا قلنا هو الزيادة السكانية. المحور الثاني كان عن اللقاء اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، واللي أكد على أنه عكس تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة والأهمية اللي بتوليها الدولتين لتعزيز علاقتهم في مختلف المستويات.
أما المحور الثالث اللي تمت مناقشته النهاردة فاستعرض فيه رئيس الوزراء نتائج زيارته لكينيا، وده كانت طبعا للمشاركة في قمة إفريقيا للمناخ نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار مصر طبعا رئيسا لمؤتمر كوب 27، وقال إن كلماته بالقمة عكست التزامات مصر بالمساهمة الفعالة في الجهد الدولي للمواجهة طبعا والتعامل مع التغيرات المناخية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع. في المحور الرابع الحقيقة، وده اللي أنا عايزة أقف معاه على يعني عليه مع حضراتكم، اتكلم فيه رئيس الوزراء عن نتائج جولته بمحافظة القاهرة واللي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الأثرية بعد ترميمها ورفع كفاءتها، وقال إن هذه المشروعات بتؤكد مضي الدولة المصرية في خطتها واهتمامها بالقاهرة التاريخية وبتراثنا الحضاري. وإحنا لينا وقفات عدة بهذا الخصوص في برنامج اليوم، وكان لينا الحقيقة جولة مهمة للغاية والحقيقة عزيزة على قلبنا زي ما هي، يعني انتوا استقبلتوها بمنتهى السعادة والفرحة وبانت من خلال السوشيال ميديا وتفاعلكم مع الحلقة، حلقة مسجد السيدة نفيسة، عمليات الترميم والتطوير في المساجد والأضرحة، يعني القاهرة التاريخية بوجه عام بتتم الحقيقة بوتيرة سريعة جدا بحرفية وبشكل فني الحقيقة رفيع المستوى. عشان كده احنا ان شاء الله هيكون لنا وقفات عدة فيها خلال الفترات اللي جاية بإذن الله. الحقيقة في لفتة كمان وطنية جميلة ختم رئيس الوزراء محاور حديثه بيها بتوجيه المجلس التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر مع اقتراب طبعا الذكرى 71 لعيد الفلاح اللي هيكون يوم 9 سبتمبر اللي جاي. كل سنة وكل فلاحين ومزارعين مصرنا الحبيبة بكل صحة وخير. أنا أصلي فلاح ومزارع وخادم أرض، سبق جدي وصاحب أرض، وبعد مني يكون ولدي راعي الأرض. مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، جميلة بناسها وجميلة بفلاحينها وجميلة بعمالها في كل المجالات، جميلة بإيدين المصريين اللي بتنتج. احنا هيكون عندنا حلقة خاصة ومهمة مش هنعلن عنها دلوقتي، هنعلن عنها لاحقا، لكن بتتحدث عن حجم الإنتاج والتنمية اللي كان في مصر وما زال مستمر على كل المستويات خلال الفترة اللي فاتت كلها ومكملة معانا. حلقة هتكون خاصة جدا واعتقد انها تنال ان شاء الله استحسانكم. هنروح للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة علشان يتم وضع استراتيجية مشتركة بين كيانات التحالف ووزارة الشباب والرياضة لتمكين كل الفئات المستهدفة وتوفير حياة كريمة ليهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع الجهات الفاعلة في المجتمع، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التحالف الوطني ووزارة الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية الخاصة بمبادرة التحالف الوطني. قوة التحالف الوطني ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة وعمل وزارة الشباب والرياضة الخاص بالشباب والمؤسسات المختلفة، سيما مراكز شباب مصر اللي موجودة في كل مكان، نقدر نخدم أكتر أهالينا ومجتمعنا للبرامج والأنشطة اللي بتقدم للأسرة المصرية. توقيع النهاردة هيخلي يبقى عندنا مبادرات أكتر لتنمية الشباب دول وتنمية المتطوعين وتمكينهم اقتصاديا وتدريبهم واكتشاف كمان مواهبهم ومهاراتهم، لأن الحقيقة
قطاع المتطوعين ده قطاع يعني غني جدا بالمواهب وغني بالقدرات. تم توقيع البروتوكول بغرض تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها، وحرصا على تقوية روابط التعاون ووضعها في إطار الشكل الرسمي من خلال بروتوكول لوضع آلية عمل مشتركة تضمن تفعيل التعاون واستدامته. بموجب هذا البروتوكول هيبقى في تعاون في استغلال أو استثمار المدن الشبابية بشكل كبير جدا، استثمار لمراكز الشباب، هيبقى في تعاون على الأرض في كل الفعاليات اللي بتعملها. احنا بنبدأ مع وزارة الشباب والرياضة مع التحالف الوطني ان احنا نبدأ نعمل مشروعات خاصة بالشباب وتفعيل دور الشباب في المشاركة المجتمعية بشكل إيجابي وبشكل رسمي. كجمعيات بنحتاج دايما ان احنا نعمل فعاليات كتير جدا في المحافظات، سواء كانت فعاليات مساعدات أو قوافل طبية. النهاردة بنوقع بروتوكول علشان نقدر نستغل مقرات ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية في تغطية هذه الفعاليات. التعاون يكمن في وضع استراتيجية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وأعضاء التحالف الوطني ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين كافة المستهدفين من خلال الخطط والبرامج والمشروعات القومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم والتمكين بكل صوره وتحسين جودة حياة المواطن المصري. دلوقتي هنروح للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، اللي أعلنت بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس أو بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. الاختبارات والمقابلات الشخصية حضرها أكثر من 200 طالب، وبيتم تقييم الطلاب من خلال طبعا عدة اختبارات: لغة عربية، إنجليزية، رياضيات، وقياس معدل ذكاء ومقابلات شخصية بتتم طبعا من لجنة مكونة من ممثلي مبادرة ابدأ وزارة التربية والتعليم وشركة تأهيل. خلوني أقول لحضراتكم إن التقديم لسه متاح لطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع مش أقل من 210 درجة، ومتاح طبعا على الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، وهيتم استكمال اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بعد ما يتم غلق باب التقديم للالتحاق بالمدرسة يوم الحد اللي جاي 10 سبتمبر. توفيق طبعا لكل طلابنا. لسه مكملين مع حضراتكم، ومصر بتتسع للجميع في حوار مجتمعي مهم بيتبعه وبيشرف على توصياته الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيحيل كل توصيات اللجان والجهات الرسمية لدراسة تنفيذها. يوم الحد اللي فات كان في جلسة مهمة جدا للجنة الدين العام وعجز الموازنة من محور الاقتصادي في الحوار الوطني، واللي ناقشت بدايل خفض الدين العام، وناقشت أيضا تعظيم الفايدة من الاقتراض الداخلي والخارجي بمشاركة طبعا من مجموعة كبيرة من كبار الاقتصاديين، اللي أكدوا على ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل، وضرورة وضع استراتيجية استباقية نحو استدامة الدين العام. الحقيقة اللجنة اقترحت عدد من التوصيات زي وضع محددات الإنفاق، والحقيقة تناقشوا في عدد من المحاور المهمة. احنا محتاجين نعرف تفاصيل هذا النقاش وما خلصت إليه اللجنة وإيه أبرز التوصيات ليها. بيسعدنا أن تنضم لنا دكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار والمقرر المساعد للجنة، لجنة الدين العام بالحوار الوطني. برحب بحيك يا فندم. أهلا بحيك فندم. أهلا بيك. وفي البداية عايزين نتعرف من حضرتك على أهم التوصيات اللي خلصت إليها اللجنة وتم التوافق عليها من غالبية المشاركين في الجلسة. خليني حيث نلخص الجزء اللي فات في الحوار الوطني بشأن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. هي كانت انعقدت يوم الثلاث اللي هو أمس هذه اللجنة، وهي تعتبر الجلسة الرابعة من جلسات الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. وكان الهدف من جلسة أمس حقيقة هو إن إحنا بنلقي الضوء على كافة الحلول التي عرضت علشان خاطر نناقشها مع السادة الحضور من الاقتصاديين والخبراء، وحضر كمان السيد الأستاذ الدكتور أحمد كولك نائب وزير المالية للرد على بعض من الاستفسارات للسادة الحضور. ممتاز. وخليني أقول لحضرتك إن الحلول المقدمة واللي اتناقشت في الجلسات السابقة وأيضا جلسة أمس كلها بتدور في عدد من المحاور. محور اتكلم عن حلول تخص مبدأ شمولية أو وحدة الموازنة واتكلمنا فيها بالتفصيل طبعا، وفي محور تاني ازاي نقدر ان احنا نعمل زيادة للإيرادات العامة، وده طبعا اتكلموا فيها جزء عن بيع الأصول، وفي جزء عن
توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ازاي ان احنا نقدر نتوسع فيه. وهنا لما بنقول نتوسع فيه الضرائب، عشان بعض من الاعلام المعادي بيختزل بعض من التصريحات بيقول لحضرتك عايزين يزودوا الضرائب. لا، احنا بنتكلم في الضرائب ان انت تقدر تحفز، ازاي تعمل حزمة من المحفزات يعني للقطاع الغير رسمي علشان خاطر تحد من التهرب الضريبي، وده طبعا هيقلل على كاهل المواطن الاخر. فهو بالتالي هنا دي يقصد طيب يا دكتور هبه، يعني ده معناه توسيع القاعده الضريبيه مش زياده الضريبه، عشان بس الناس تبقوا فاهمين. ايوه بالظبط كده. وده طبعا انا بهتم جدا ان انا القي على بعض من النقاط اللي حصل فيها مناقشات امس، اللي بنلاقي بعض من الاعلام المعادي بيبتدي يختزل جزء منها ويصدر الصورة للمشهد بشكل آخر. ما احنا النهاردة موجودين علشان نوضح هذه النقاط لكل الناس. فضلي. واتكلم طبعا برضو حلول عن ترشيد الانفاق العام، وازاي ان احنا نقدر نضع اولويات. طبعا كل المشاريع ما حدش يقدر يقول ان المشروعات اللي بيبقى فيها تنمية ونمو لوطن زي مصر وبحجم مصر، سواء في التوسعات في الرقعة الزراعية او العمرانية وخلافه، اللي ليها اسبابها برضو. يعني ليها اسبابها، احنا بنقولها تم الاقتراض برضو. هنا بنركز على الاعلام المعادي بيقول لحضرتك احنا دلوقتي مش لازم نبني، مش لازم نبني ازاي والمصريين بتزيد 2 مليون مصري ومصريه كل سنه. صحيح. طب يعني منذ تولي السيد الرئيس رئاسه مصر وتقريبا الزياده السكانيه بلغت 60% منذ هذا التاريخ، فطبيعي جدا ان هو رئيس لكل المصريين لازم يستوعب تلك الزياده بشكل او باخر، سواء كان التوسع في بمشروعات بتنميه يستوعبها على كل المستويات. صحيح. ولكن صحيح. من الجانب اخر طبعا وقفنا مع الساده الحضور ان مهم ان احنا حان الوقت نضع اولويات علشان نقدر نعدي الازمه الاقتصاديه، اللي هي برضه تصحيحا للامر الازمه الاقتصاديه ليست على مصر فقط، هي ازمه اقتصاديه عالميه. وطب ده علشان نقوله ونقدر نقوله ازاي؟ بالمعدلات بتقول كده، يعني معدل التضخم في امريكا وصل هو الاكبر في تاريخه منذ النشأة. كمان بنتكلم ان الأزمة الاقتصادية، يعني دي بنأكد عليها جدا، سواء بنتكلم عن تضخم او زيادة اسعار، ده مش موجود في مصر، ده موجود على مستوى العالم كله نتيجة العديد من التحديات اللي مرت على العالم كله من حروب وبالنسبة لمصر نزوح السادة السودانيين لمصر، وبرضه مصر استوعبت ولادها واستوعبت اللاجئين السودانيين ومن الدول الجوار الاخرى وخلافه. ولكن احنا بنقول وضعنا حلول ان نضع اولويات للمشروعات. الاولويه بتكون للمشروعات المنتجه، سواء كانت اللي بتضر عائد بالعمله الصعبه وده يفضل طبعا، او الانتاجيه في العموم، مع الاستمرار في المشروعات الاخرى التنمويه لانها مهمه لكل مصري ومصريه. طيب كان في كلام كمان عن المنظومه الضريبيه، يمكن انت شرحتيها فيما يخص توسيع يعني القاعده الضريبيه ووضع يعني محددات لمنع التهرب الضريبي وما الى ذلك. كان في جزء اخر عن ترشيد الانفاق، ايه ابرز النقاط اللي طلب تعديلها فيها وايه مردودها على المواطن المصري؟ خليني اقول، انا حضرتك بتسالي عن ترشيد الانفاق صح كده؟ تمام يا فندم. والله احنا من ضمن الحلول اللي تعرضت برضو ان احنا بنطالب، وهنا خليني اقول لحضرتك انا دوري كمقرر مساعد لجنه الدين العام ان ندير الجلسه، ولكن أضم صوتي أيضا لهذا بصفتي أمين عام حزب المصريين الأحرار بإعادة هيكلة الوزارات المختلفة ودمجها، لأن يعني الحقيقة لما تصل الوزارات لأعداد بنتكلم في ما يقرب من 30، ومن المتعارف عليه أن تصل في بعض من الدول الكبرى ل 13، لما نقول 15 أو 16، فمحتاجين أن احنا نراجع طبعا دور كل الوزارات ونعمل إعادة هيكلة للوزارات. على فكرة ده هيسهل للمواطن وهيسهل برضو على المستوى الداخلي والخارجي. طب احنا فاهمين طبعا إعادة الهيكلة، لكن دمج الوزارات هل تم مناقشة ده وأي الوزارات اللي طلب يعني أثناء الحوار دمجها؟ خلينا مثلا طلب مثلا في أولا من ضمن الحاجات ادوا أمثلة على وزارة الاستثمار، وزارة الاستثمار الآن هي هيئة الاستثمار. هناك العديد من الوزارات، عشان مش عايزين نخش في تفاصيلها لان دي محتاجه شرح تفصيلي، ولكن في كمان ليس فقط اعاده الهيكله بشكل الغاء، لا يعني في استحداث طلب مطلب من كافه الحضور باستحداث وزاره لوزاره الاقتصاد، لان وزاره الاقتصاد اعتقد في هذا التوقيت هي مهمه جدا، لان وزاره الاقتصاد خليني اقول لحضرتك كلمه الاقتصاد في مفهومها العلمي هي اوسع من الاستثمار،
فهتبقى تضم هيئة الاستثمار وخلافه، وده طبعا خدي بال حضرتك إدارة الاقتصاد إن لم يكن يحصل فيه إدارة بشكل تكاملي مش هنقدر نوصل للي السيد الرئيس عايز يوصله وللسادة المواطنين بيأملوا فيه إن إصلاح اقتصادي. هل كان في توافق حول هذه الرؤى اللي أنت طرحتيها دلوقتي يا دكتور هبة؟ وزارة الاقتصاد كان مطلب تم الوقوف عليه، استحداث وزارة للاقتصاد ده تم عرضه وبشكل واضح والناس كلها تم الاتفاق عليها من جانب الحضور. خليني أقول لحضرتك ليس فقط جلسة أمس، يعني اتناقشت في جلسة أمس وأيضا اتناقشت في الجلسات السابقة، اتكلموا عن ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا نعطي اولويات للمشروعات وبالتالي المشروعات المنتجة هتقدر تدر عائد بشكل اكثر من المشروعات الاخرى. اتكلمنا كمان عن ازاي ندير اشكالية الدين العام ودي نقطة مهمة قوي وكان ليها حقيقة العديد من المقترحات. انا استأذنك ان احنا نتناقش يعني فيها لان انا عارفة ان يعني مثل هذا النقاش بيحتاج وقت اطول ونفرد ليها الكثير من الأسئلة، فأنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار والمقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، بشكرك شكرا جزيلا. ومشاهدينا هنروح لفاصل نرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد في اليوم، والحقيقة في بداية حلقتنا النهاردة كنا بنتكلم على ما تطرق إليه رئيس مجلس الوزراء اليوم من مخاطر الزيادة السكانية، ودي طبعا اللي أشار إليها بناء على يعني حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية وتأكيده على أهمية دفع جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية. كمان كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه يكون رئيس المجلس القومي للسكان خلال المرحلة دي، وطلب الرئيس السيسي الدولة بكل قطاعاتها وفئتها الإعلام رجال الدين في المساجد والكنائس المثقفون والمفكرين أيضا طالب يعني والحكومة ومنظمة منظمات المجتمع المدني لمواجهة الزيادة السكانية، لأن احنا ممكن نطلق عليها أزمة سكانية لما تتحول هذه الزيادة السكانية إلى يعني عامل ضغط على الاقتصاد، عامل ضغط على مشاريع التنمية، على موارد الدولة، على الأسر نفسها. عشان كده احنا قلنا في البرنامج اليوم لازم نناقش ده وننفتح لنقاش سويا حول الزيادة السكانية، بمعنى احنا نعرف هي ليه الدولة بتتناقش في هذا الملف وإيه تداعيات الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة ومواردها والتنمية وما إلى ذلك. هنعرف ده من الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة اللي بينورنا طبعا عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك مساء الخير. مساء النور. الزيادة السكانية بتلتهم التنمية، بلغة الأرقام يا دكتور إزاي نترجم ده على أرض الواقع في مصر؟ بمعنى قولنا بعض الأرقام عشان نقدر نفهم بيها وضع الأزمة السكانية في مصر قد إيه. خلينا الأول نتكلم عن المؤتمر بس نرجع للتاريخ ورا شوية. فضل. أقول لحضرتك إن إحنا 5 سبتمبر 1994 أنظر العالم كانت متجهة للقاهرة عشان مصر كان بيستضيف في الفترة دي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـ ICBD، وكان في الفترة دي كان أكبر مؤتمر دولي للسكان والتنمية. مر 29 سنة، 5 سبتمبر 2023 أنظر العالم متجهة للعاصمة الإدارية مع انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن السيد الرئيس امبارح وجه رسائل واضحة جدا وكان بيتكلم ازاي ان الزيادة السكانية الغير منضبطة في مصر بتلتهم كل عوائد التنمية وبتخلي المواطن ما يحسش بثمار التنمية الاقتصادية. يعني دايما احنا بنقول هو ده سباق ما بين السكان والموارد، انت عندك السكان بيزيدوا معدلات اكتر من مواردك، في الاخر هي معادلة ما بين حاجتين، معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. انت عندك معدل النمو الاقتصادي الحمد لله الدوله المصريه بتحقق طفرات دايما في معدل النمو الاقتصادي، بس في اوقات بيجي لك ظروف عالميه مش بتاثر بس عليكي، بتاثر عليكي وعلى دول العالم فبتقلل لك معدل النمو الاقتصادي. بس اللي احنا محتاجين نتحكم فيه اكتر ونقلله اكتر هو معدل النمو السكاني. خلينا نقول ان هو المواطن في الشارع عشان يحس بثمار التنميه الاقتصاديه لازم تنزلي بمعدل نمو سكاني. نقول الحمد لله في تحسن كبير، يعني لما نتكلم في اخر 9 سنين ونفتح الملف ده ونتفرج على لغه الارقام اقول لحضرتك ان احنا في 2014 في السنه دي اتولد اكتر من 2,700,000 مولود، بينما في 2022 اتولد اقل من 2,200,000 مولود.
يعني لما تقارني الرقمين ببعض تكتشف ان احنا في 2022 اتولد اقل من 2014 بحوالي نص مليون مولود. ده معناه تحقيق تحسن في الزياده السكانيه، لكن ايضا يعني حدثني ايضا بلغه الارقام ازاي ناس تبدا تستوعب ان الزياده السكانيه أزمة حقيقية على الدولة المصرية، على اقتصاد الدولة المصرية، على مواردها. يعني لو هنقول وهنبسطها للناس بلغة الأرقام، حضرتك الدولة المصرية صرفت مليارات في البنية التحتية في الفترة اللي فاتت. تخيلي اللي احنا المدارس الجديدة والفصول الجديدة اللي اتبنت، لو أنت كان عندك زيادة سكانية أقل من كده كانت الفصول دي كانت عشان تقلل كثافة الفصول وتحسني جودة التعليم، بينما إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ أنت بتبني مدارس جديدة عشان بس تلحقي على الزيادة السكانية، بينما إن احنا بنتكلم النهاردة على قضية بتمس المواطن وعياله وأحفاده، ما هو ابنك عشان ياخد تعليم كويس لازم الزيادة السكانية تقل عشان الفصول الجديدة اللي بتتبني تساعد علشان ياخد خدمة صحية كويسة لازم الزيادة السكانية تقل، تعليم جيد الزيادة السكانية تقل، مستوى اقتصادي مرتفع لازم الزيادة السكانية تقل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، شكرا جزيلا ليك. وهنروح لمدينة العالمين، فعاليات العالم عالمين، هذا المهرجان العظيم الحقيقه اللي اشاد به القصي والداني ما انتهتش بنهايه حفله الختام اللي قدمتها فرقه تشارموفرز. الفعاليات الحقيقه مستمره والجمهور حضور والابداع مستمر وهيستمر. ومن مهرجان العالمين هنروح لمهرجان القلعة اللي بيقدم النهاردة أربع حفلات متتالية ضمن فعاليات الدورة 31 على المسرح الخارجي الساعة 7 مساء. هيقام حفل لفرقة مواويل اللي بتضم الفنانين عبد الرحمن بلالة وسيد إمام، وهيقدموا مجموعة من أعمال الفولكلور الشعبي. والساعة 8 مساء هتقدم مجموعة تشيلو ستيت اوف هارموني عدد من الألحان العربية والأجنبية الشهيرة. 9 مساء هتقدم نسمة محجوب مختارات من أعمالها، حفلات متنوعة بفنانين ومثقفين يعني متميزين للغاية. نتمنى لكم طبعا كل اللي هيروحوا يستمتعوا بهذه الأمسية. وحلقتنا خلصت النهاردة، لكن بكرة يوم جديد مليء بالأحداث، كل أخباره هتلاقوها مع حضراتكم على شاشتكم، شاشة دي ام سي، وبرنامجكم برنامج اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.